أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم في رمضان وعبر حلقاتنا دي، بنبدأ سلسلة من الحلقات عن أبطال وأندال في قضية فلسطين. السياسي البريطاني الشهير جورج جالاوي أخيراً له مقولة رائعة بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة في بريطانيا، بيقول إن أي شعب له الحق في المقاومة، لكن مشكلة العرب الحقيقية إنهم ما عملوش لوبي مؤثر متحد عشان يحصلوا على حقوقهم. ده اللي قاله المحترم جورج جالاوي، اللي هو لا عربي ولا مسلم، دي كلمته بعد نجاحه في الانتخابات. العرب ما عرفوش يعملوا أي حاجة خالص. العرب إيدك والأرض، أغنية وفقراء. خلينا نشوف واحد يهودي بقى عبقري. هو دي حقيقي لب المشكلة الفلسطينية. مش مشكلتها ضعف العرب كعدد سكان، ولا مشكلتها قلة مواردهم. الأستاذ هيكل بيقول في أحد كتبه إن الدول العربية خاصة الخليج اتوفر لها فلوس لم تتوفر لصلاح الدين الأيوبي، ورغم ذلك ما شاء الله كل اللي عملوه بالفلوس دي إنهم أثروا أصحاب الكازينوات القمار ما شاء الله يعني، وبيوت الدعارة في العالم ما شاء الله. إنجازات، لنا إنجازات عظيمة في بيوت الدعارة، ولنا إنجازات عظيمة كمان في الأندية الرياضية. فتشوف العرب بيشتروا أندية وبيراعوا أندية وبيشتروا لعيبة ولا بيعملوا حاجة. إذن المشكلة مش قلة مواردهم، ولكن في عدم وجود جهد جماعي مؤثر لحشد إمكانيات العرب والتأثير في القوى العالمية عشان نحقق أهدافنا، ده إذا كان عندنا أهداف أصلاً. وده عكس اللي عملوه القادة اليهود اللي أسسوا إسرائيل على حساب حقوق وأراضي العرب. امبارح هنا حكيت لك عن أبو المقاومة الفلسطينية عز الدين القسام، ولو ما شفتهاش ارجع شوفها. الليلة معادنا مع أبو الصهيونية العالمية وصاحب فكرة قيام دولة إسرائيل، المحامي والصحفي النمساوي تيودور هيرتزل، الراجل اللي صورته ورايا ده. هيرتزل بلا مبالغة هو أهم شخص في تاريخ دولة إسرائيل. هيرتزل بلا أي مبالغة هو صاحب الدور العبقري والرئيسي في احتلال فلسطين، رغم أن الراجل ده عمره ما زار فلسطين، ومات قبل قيام دولة إسرائيل نفسها بحوالي 44 سنة. وبالمناسبة يعني ما كانش شخص متدين، ده كان علماني، وخد التقيلة بقى، متجوز واحدة مسيحية وولاده طلعوا مسيحيين. لكن رغم كل التناقضات دي انه علماني وتزوج مسيحية وولاده مسيحيين، رغم كده انما عبقري وله فضل في قيام دولة إسرائيل. ورغم سنه اللي لم يتجاوز حاجة صغيرة قوي يعني، مات في تقريبا في الأربعينات، انما هو حشد عمره كله عشان يحشد لقيام إسرائيل وعشان يقنع اليهود والعالم كله بفكرته وأغلب المؤسسات اللي قامت عليها دولة إسرائيل، زي الوكالة اليهودية والصندوق اليهودي. كل ده كان من أفكاره وخططه. لكن خليني أحكي لك حكايته ببساطة عشان تعرف، حتى لو عدوك تعرف تتعلم منه اتعلم، ده إذا كنت عايز تتعلم، وإذا كان عندك أهداف أصلا غير أنك أنت تغزو كازينوهات القمار في العالم. هيرتزل كان محامي معاه دكتوراه في القانون، لكنه كان ميال للكتابة والصحافة، فساب القانون واشتغل مراسل صحفي لجريدة فرنسوية، وقعد حوالي 4 سنين. في ال4 سنين قاعد يقابل زعماء سياسيين وقادة وأصحاب قرار بصفة أنه صحفي، فكون شبكة علاقات جبارة في أوروبا. الغريب أنه خلال الفترة دي كان من أنصار دمج اليهود في أوروبا. احنا عارفين أن في جماعتين عندهم مشكلة في الدمج، اليهود والمسلمين. ما تلاقيش المسيحيين عندهم مشكلة في الدمج، اليهود والمسلمين عندهم مشكلة في الدمج مع أي دولة، أي دولة زي ما أنت عايز. لسبب، لأن التعاليم الدينية في اليهودية مثلا وفي الإسلام في حاجات ما ناكلهاش، في حاجات حرام تاكلها، في حاجات زي اللحوم وزي الفراخ، وبالتالي لازم يبقى لك مكان تعرف تلاقي فيه بقالة على الشريعة اليهودية أو على الشريعة الإسلامية، لازم تلاقي مكان فيه معبد. ولذلك اليهود في العالم كله كانوا يسكنوا في أحياء كده يسموها جيتو. ده بدأت في إيطاليا وانتشرت في العالم كله. فمشكلة عندهم الدمج،
عشان كده ما كانوش بيندمجوا في المجتمعات اللي هم عايشين فيها. هرتزل كان من أنصار دمج اليهود في أوروبا، لحد ما حصلت حادثة غريبة جدا غيرت آراءه وقناعاته جدا. كان في ضابط فرنسي من أصل يهودي اسمه درايفوس، بالمناسبة أنا عملت عنه سهرة في قناتي لأنه اتعمل عنه فيلم فرنساوي رائع جدا. درايفوس ده كان ضابط في الجيش الفرنسي واتهموه بالخيانة وتسريب معلومات للألمان، وتم محاكمته وسجنه. دي صورة درايفوس بس بعد ما كبر يعني. ورغم اكتشاف براءته بعد كده وإعادة محاكمته، فالقضاء الفرنسي حكم عليه بعشر سنين. الحقيقة كان واضح قوي تحيز الإعلام الأوروبي في التغطية بتاع المحاكمة اللي كان واضح فيها الكراهية والعنصرية وكراهية اليهود، وبل إنه بعض الصحفيين تجرأوا وتجرموا وطلبوا بطرد اليهود بره أوروبا باعتبارهم خونة. لما شاف هرتزل العنصرية دي اتغيرت قناعته تماما، وأصبح يؤمن أو مؤمن بأن مفيش حل لليهود أو للمشكلة اليهودية في أوروبا إلا بإنشاء وطن قومي لليهود خاص بيهم. فشن حملة كبيرة جدا على العنصرية الأوروبية ضد اليهود في الصحافة الأوروبية. بعدين لف على أسراء اليهود في أوروبا عشان يقنعهم بمشروعه، لكن أغلبهم كان خايف على مصالحه وعلى ثرواته فرفضوا الفكرة في الأول. ومنهم اللي مرضيش يقابله أصلا زي الملياردير اليهودي روتشيلد، أغنى أغنياء اليهود في العالم. هرتزل ما يأس وقرر أنه يكتب كتاب يحط فيه كل أفكاره عن الدولة اليهودية، ونشره في فيينا وسماه كتاب الدولة اليهودية. الكتاب الحقيقة عمل فرقعة كبيرة جدا وأثار جدل كبير قوي، ونشر الفكرة بتاعته لأقصى حد. في الكتاب ده هنشوف هرتزل غازل اليهود اللي بيعانوا من العنصرية ولعب على وتر يكسب الاضطهاد الديني. شوف كده جزء من الكتاب كده المقدمة بتاعته، هتلاقيه بيغازل اليهود جدا وبيقول فيها إن الفكرة التي طورتها في هذا الكتيب فكرة موغلة في القدم، هي فكرة استعادة الدولة اليهودية، إن العالم يردد صيحات صاخبة ضد اليهود، وهذه الصيحات هي التي أيقظت الفكرة من سباتها من نومها يعني. وأود في بادئ الأمر أن يكون مفهوما بشكل جلي أن حجتي لا تنبني في أي من أسندها على اكتشاف أمر جديد، فأنا لم أكتشف الأوضاع التاريخية لليهود ولا الوسائل لتحسين تلك الظروف. وفي الحقيقة فإن كل إنسان يستطيع أن يرى بنفسه أن عناصر الفكرة التي أقوم بالتخطيط لها ليست موجودة فحسب، ولكنها حقا ظاهرة للعيان. هو لعب على الفكرة دي وبعدين حط لهم خطة مفصلة إزاي تتعمل الدولة وخطوات لإنشائها سواء قبل أو بعد الهجرة إلى الوطن الموعود، وحاول يطمن أغنياء اليهود أن الخطة دي هتعتمل في البداية على فقراء اليهود. هنهجر الناس الفقراء قوي ونحطهم في الدولة، وده جابه في جزء من كتاب الدولة اليهودية. نشوف الخطة كده في فهرس الكتاب ده، إن الخطة العامة في جوهرها بسيطة كل البساطة كما ينبغي لها أن تكون ولو أنها أصبحت مفهومة للجميع. فلنمنح السيادة على جزء من الأرض يكفي للاحتياجات الحقيقية لأمة، وسوف نتكفل نحن بالباقي. إن إقامة دولة جديدة ليس أمر يدعو للسخرية ولا هو مستحيل، لقد شاهدنا في أيامنا الحالية هذه الأيام تتم بين الشعوب ليست بشكل كبير من الطبقة الوسطى، وإنما أكثر فقرا وأقل تعليما وبالتالي أضعف منا. إن الحكومات في جميع البلاد التي انتقدت بسبب العداء للسامية سوف تكون حريصة على مساعدتنا في الحصول على السيادة التي نريدها. عبقري، لا شك عبقري، عبقري يا بيه، لأن الراجل بيقولك إن الجماعة اللي احنا هنهجرهم أفقر ناس في اليهود، أفقر ناس في مستوى التعليم، ودول عالة على الدول اللي هم موجودين فيها، وبالتالي لما نقول يا هجرة الدول هتساعدنا. شايف العبقرية؟ شو بقى فهرس كتابه بيقول ايه في الفهرس؟ ادي الفهرس، خطوط رئيسية
السلع غير قابلة للنقل، شراء الأراضي، المباني، مساكن العمال، العمال غير المهرة، العمل اليومي، التخفيف بالعمل، التجارة، أنواع أخرى من المساكن، بعض أشكال من التصفية، ضمانات الشركات، بعض أنشطة الشركة، إنشاء المصنعات، مستوطنات العمال المهرة، أساليب الحصول على رأس المال. شايف النقطة دي؟ والفصل الرابع هجرتنا، الهجرة في جماعات، كهنتنا، إلى آخره إلى آخره. عبقري بجد. لكن اللي يهمنا في الكتاب بتاعه ده حاجتين. الأولى، إزاي فكر هرتزل في مشكلة السكان الأصليين اللي موجودين على أي دولة؟ ما هم هيروحوا دولة ليها سكان أصليين، وهنلاقي هنا حل جاهز ودموي شبه كده، أو بيشبه بيه السكان دول بالحيوانات اللي لازم نجهزها أو نجهزهم للصيادين، ونجمعهم في مكان ونرمي عليهم قنبلة بيدهم. شوف الجزء ده من الكتاب، وحشية إخلال. إذا أردنا اليوم أن نقيم دولة، وما فيش فلسطين لحد دلوقتي، فلن نقيمها بنفس الطريقة التي كانت هي الإمكانية الوحيدة منذ 1000 سنة. إنه من الغباء الرجوع إلى المراحل الحضرية السابقة كما يريد كثير من الصهاينة أن يفعلوا. لنفرض كمثال على ذلك أنه كان علينا أن نخلي أرضا من الحيوانات المفترسة، فلن نقوم بالمهمة بنفس الطريقة التي اتبعها الأوروبيين في القرن الخامس. فلا يصح أن نأخذ رمحا وحربة ونخرج أفرادا وراء الدببة، بل ينبغي أن ننظم مجموعة قوية من الصيادين، فنسوق الحيوانات لنجمعهم معا في مكان واحد، ثم نقذف في وسطهم قنبلة مدمرة. شوف بيفكرك بحاجة؟ فكرت معايا في حاجة؟ في نفس كلام وزير الحرب الإسرائيلي اللي شبه الفلسطينيين بينهم حيوانات بشرية، هو نفس الخط. إذن الحكاية بدأ من بدري قوي، بس إحنا كنا نايمين أو كنا بنتفرج على مسلسلات، إحنا كنا في حتة تانية. الحاجة التانية عند هرتزل هو اختياره المكان الدولة. هرتزل حط لها خيارين في البداية، يعني هما الأرجنتين أو فلسطين، وقال بصراحة إننا هناخد اللي يديلنا، سواء اللي يدينا الأرجنتين هناخدها أو اللي يديهولنا الناس يعني، أو يدينا فلسطين. وقال إن إحنا هنكون حاجز فاصل ما بين الغرب، هتزعل مني لو قلتها لك، وبين الهمج. الفكرة دي لازالت عند الغرب لحد دلوقتي. إحنا هنكون حاجز، ده هرتز اللي بيقول، ما بين الغرب المتحضر وبين الهمج الرعاع ولاد الكلب اللي هم إحنا، اللي هم العرب. ده جزء من كتاب، اتفضل. بيقول لك ايه بقى، فلسطين ام الارجنتين؟ هل نختار فلسطين ام الارجنتين؟ اننا سناخذ ما يعطى لنا، اللي يدهولنا هناخده، وما يختاره الراي العام اليهودي، وسوف نقرر او تقرر الجمعيه كلا الامرين. ان الارجنتين من اكثر بلاد العالم خصوبه، وهي تمتد على مساحه، دي الارجنتين. اما فلسطين فانها وطننا التاريخي الذي لا تمحى ذكراه. إن اسم فلسطين في حد ذاته سيجتذب شعبنا بقوة ذات فاعلية رائعة. فإذا منحنا جلالة السلطان التركي العثماني فلسطين، سنأخذ عاتقنا بالمقابل تنظيم مالية تركيا، هنسدد ديون تركيا، ومن هناك سوف نشكل جزء من استحكامات أوروبا في مواجهة آسيا، كموقع أمامي للحضارة في مواجهة البربرية. وعلينا كدولة طبيعية أن نبقى على اتصال بكل أوروبا التي سيكون من واجبها أن تضمن وجودنا. بيقول لك تحته إن ملاذات العالم المسيحي يجب صيانتها بتحديد مكانة إقليمية إضافية لها مما هو معروف في قانون الأمم، وعلينا أن نشكل حرس شرف حول هذه الملاذات بغرض تحقيق هذا الواجب. حتى الآن يا حضرات، هي دي فكرة إسرائيل. ليه أمريكا وأوروبا واقفين مع إسرائيل؟ لأن إسرائيل هي خط الدفاع الأول للحضارة العظيمة والجنس المتفوق، الجنس الأوروبي، قدام البرابرة ولاد 60 كلب لهم العرب والأجناس التانية دي يعني. عشان كده أنا امبارح قلت لك، أو أول امبارح أو الأسبوع اللي فات، قلت لك في مقال عندي في نيويورك تايمز لأحد الكتاب المهمين في أمريكا بيسأل سؤال واحد في المقال،
والمقال عندي بتاريخه بيقول أنا عايز أعرف هو ليه لما روسيا المسيحية هجمت أوكرانيا المسيحية العالم كله وقف قدام روسيا وعملنا حصار اقتصادي رهيب، بينما نفس العالم ده سكت لما روسيا دي أبادت الشعب السوري. الكاتب بيقول كده بالظبط، بيقول هي ليست دفاع عن المسيحية بقدر ما هي دفاع عن الغرب، لأن لو دفاع عن المسيحية تم أصلا روسيا مسيحية، روسيا مسيحية شرقية، لكن هو دفاع عن تفوق الغرب. ده الكاتب بيقول كده وعندي المقال بتاريخه. وحتى أنت من غير المقال اسأل نفسك لماذا استفز العالم كله في هجوم روسيا على أوكرانيا وعمل مع روسيا حصار اقتصادي ومنعها حصار اقتصادي ورياضي وفني وحصرها، بينما هي روسيا اللي كانت بترمي على شعب سوريا براميل بارود كان العالم ساكت جدا وما بيكلمش وما فرضش على روسيا حصار قد كده بشلن. بس لما هاجمت أوكرانيا، لأن أوكرانيا دي الغرب، نفس القصة في إسرائيل. فكرة زراعة إسرائيل في المنطقة العربية سببها الأساسي والعامل الرئيسي فيها هو الخوف من تجربة محمد علي التي توسعت جدا لدرجة أنها وقفت على أبواب اسطنبول. الغرب خاف جدا من أن يأتي زعامة أخرى زي محمد علي، عشان كده زرع لنا مجموعة دول. الدول دي هي العائق قدام أي حد عنده حلم عربي بأنه يكون موجود. الدول دي ثلاثة أنتوا عارفينهم، هقول لك اتنين منهم والثالثة أنت عارفها. إسرائيل هي رقم واحد، الإمارات رقم اتنين، والثالثة هغشلها لك، السعودية. إنشاء الدولة السعودية حضرات كان مخطط له. اسألوا فين آل رشيد، اسألوا ليه بريطانيا ما وفتش بعدها مع الشريف حسين اللي وعدوه بأنه هيعملوا مملكة في شبه الجزيرة العربية حتى حدود سوريا. اسألوا ليه طلعوا له عبد العزيز آل سعود وتبنوه الأمريكان عشان يعمل دولة كبيرة زي السعودية. اسألوا ودوروا في الوثائق ما هو موقف الملك عبد العزيز من الهجرة إلى فلسطين، هجرة اليهود. اسألوا ودوروا. لما حس هرتزل إن كتابه حقق الهدف المنشود قرر إنه ياخد خطوة عملية ويدعو زعماء اليهود وكبار الأثرياء وأصحاب المصارف والحكمات من كل دول أوروبا، بل إنه دعا سياسيين وصحفيين مش يهود أصلا لكن متعاطفين مع المشكلة اليهودية. والكلام ده اتعمل في بازل في سويسرا سنة 1897، وخطب خطبة عاطفية دينية ألهبت مشاعر المؤتمر. تصور إنه بعض الحكمات وبعض الطوائف اليهودية عرضت الكلام ده وعملت مقاطعة للمؤتمر، لأن قيام إسرائيل في العقيدة اليهودية لا يكون إلا بعد عودة المسيح الحقيقي، مش المسيح بتاع المسيحيين. هم شايفين إن في مسيح تاني هيجي ويبقى ملك. وكمان مقاطعة بعض أثرياء اليهود زي روتشيلد اللي قاطع المؤتمر، ووصف هرتزل والناس اللي معاه بأنهم مجموعة من الأطفال السذج. أيوة، لاحظ أن روتشيلد ده هو اللي هياخد وعد بلفور، والوعد التاريخي عزيز اللورد روتشيلد، وده في وعد فلسطين. تخيل واحد اتنقل رأيه 180 درجة من أنه يوصف هرتزل بأنه هو واللي معاه مجموعة من الأطفال السذج، إلى أن اللورد ده نفسه اللي ابن أخوه مات أو من أسبوعين ثلاثة كده، هو نفسه اللي يسعى مع الحكومة بتاعت التاج البريطاني عشان يحصل على الوعد من السير بولفر، وعد بإقامة وإنشاء وطن قومي لليهود هو نفسه. بس ده بفضل إلحاح وعبقرية هرتزل وتلميذه حييم وايزمان. لكن الأكيد أن المؤتمر ده أسس لقيام إسرائيل وحط خطوات تنفيذية كان بيتابعها كل سنة، زي مثلا الناس اللي هتتنقل دي العالة على أوروبا، الفقراء اللي تعليمهم على قدهم اللي صنعتهم تعبانة، ما هم محتاجين يعيشوا. هيعيشوا فين؟ يشتروا مستعمرات. طب يشتروا منين؟ الوكالة اليهودية بقى. هنا الوكالة اليهودية دي
تصرف والصندوق اليهودي يشتروا الأراضي ويعملوا عليها حراسة ويسكنوا الناس العالة على أوروبا فيها. الأثرياء بتوع اليهود ما كانوش مهتمين زي أثرياء العرب بالبارات ولا بكازينات القمار، إنما كانوا مهتمين بالفكرة جدا، فصرفوا على الحملات الإعلامية، ومش بس حملات إعلامية، دول دفعوا رشاوى لبعض السياسيين في أوروبا عشان المشروع يبقى له رجلين. بدأ هيرتز يلف على قادة أوروبا وملوك أوروبا يقنعهم بالمشروع ويبين لهم فوائد المشروع الاستعماري ونهب ثروات بلاد الشرق. الراجل كان بيكلم كل واحد بلغته، أنت خايف من إيه؟ أنا هعمله لك. ورغم أن هيرتز لف على قادة وملوك كبار ضد بعض، إلا أنه كان بيكلم كل واحد بخوفه، يعني يكلم السلطان التركي على الديون بتاعته، أنا هدفع لك الديون، يكلم الألمان بأنه هيضمن الإنجليزي يبقى معاهم، يكلم الإنجليزي يقول لهم أنا هضمن لكم أن الدولة دي تبقى حائط صد لشريان القناة، قناة السويس، وهنحميكم عشان إنجلترا خايفة طول الوقت على القناة. لما كلم ملوك أوروبا قال لهم السفن اللي هتجيب اليهود مش هترجع فاضية، لكن هترجع بالمواد الخام اللازمة للصناعة. وكتب كتير من التفاصيل دي في يومياته اللي نشرت بعد وفاته، اللي هي مذكرات هيرتزل ده، كتب كتير منها. الحقيقة من مذكراته كمان بيشرح الفوائد للغرب، بيقول لهم ثم سألني الدوق الكبير ما إذا كنت عملت شيء بخصوص السلطان، وهنا أخذت أشرح له الفوائد التي ستعود على الشرق من هذا المشروع إذا تم تقسيم تركيا في المستقبل القريب. يعني يروح يقول للدوق هنقسم تركيا وهناخد منها دولة فلسطين، ويروح يقول للترك أنا هدفع لكم الديون بتاعتكم، يقول له فسوف تقف الدولة التي تقام في فلسطين دولة حاجز هذا، ونستطيع أن نلعب دورا كبير في المحافظة على تركيا، نستطيع أن نسند السلطان سندا قويا بالمال. يعني هو إذا هو تخلى عن قطعة أرض لا قيمة لا كبيرة لها عنده. وتساءل الدوق الكبير ما إذا كان من الأفضل أن يذهب بضع مئات آلاف من اليهود أولا إلى فلسطين ومن ثم سوف تثار القضية. فقلت بحزم أنا ضد هذا، لأنه يعني إدخالهم بالسر، مما يعني أن هؤلاء اليهود سيجابهون السلطان كمتمردين. أريد أن أقوم بكل شيء علنية، أريد أن أعمل ضمن القانون. أزهله كلامي الحازم هذا أولا، ولكن ما لبث أن وافقني. ثم توسعت في موضوع الفوائد العامة التي ستجنيها أوروبا من هذا المشروع. سنرجع الصحة إلى مركز الوباء في الشرق، سنبني سكك حديد في آسيا، ونشق الطريق للأمم المتحضرة. وهذا الطريق أو هذه الطريق لن تكون في يد دولة كبيرة واحدة بل الجميع. قال الدوق الكبير إن هذا سيحل المسألة المصرية، تتمسك إنجلترا بمصر فقط للمحافظة على طريقها للهند اللي هي القناة، ولكن مصر تكلفها أكثر مما تساوي. يعني إحنا بدل ما إنجلترا تتكلف جيش وناس ومندوب سامي في مصر، ابعتونا إحنا نكون حاجز على شريان. أنتوا ليه محتلين مصر؟ مش عشان القناة، إحنا نبقى حاجز على القناة دي وأنتوا ما تتكلفوش، لأن إنجلترا بتتكلف كتير جدا في مصر. أما عن المراكب بقى اللي هتودي فقرة اليهود فهترجع محملة حاجات تانية. بشأن شعبي سيء الحظ، حتى لا نفسح مجال للحكومات لتضع ضرائب على الهجرة، ستتولى الجمعية الصهيونية هذا الأمر، هي اللي هتدفع ضرائب. ستكون في رئاستنا في لندن، لأننا يجب أن نكون في الحقوق المدنية تحت حماية دولة كبيرة غير لا سامية في الوقت الحاضر. وهو يفكر بتبادل المصالح مع الدول الأوروبية، بما أننا سنعتمد هناك على البضائع الأوروبية لمدة طويلة أصبح من اللازم أن نستوردها. في البدء قد لا نستطيع الإفادة من الشحن في السفن الراجعة من الرحلات، سنبحث عن مواد خام ونرسلها إلى أوروبا. الغريبة أن أغلب الدول أوروبا خذلته، سواء القيصر في ألمانيا أو القيصر في روسيا أو في فرنسا أو في النمسا، لكن اللي تعاطف معاه وتبناه حرفيا كانت أكبر قوة عظمى في الوقت ده إنجلترا.
انجلترا هي اللي تعاطفت معاه، وكان المتعاطف معاه وزير المستعمرات في الشرق تشامبرلين، راجل صورته ده. تشامبرلين ده الحقيقة في البداية كان معارض موضوع فلسطين، وعرض على هرتز مجموعة مشاريع تانية. قال له مثلا ما تاخدوا العريش في سيناء، لكن بعد ما اليهود درسوا المكان لقوا انها هتقابلهم مشكلة مية فرفضوا. بعدين عرض عليهم أماكن تانية في إفريقيا زي كينيا أوغندا. هرتز الوافق على الأماكن دي، لكن في المؤتمر اليهودي تزعم حييم وايزمان الرفض، قال له احنا عايزين فلسطين، لأن فلسطين دي هي فيها قبر مهم جدا لليهود، وهو قبر النبي داود اللي مدفون على جبل صهيون. عشان كده يقولوا صهيوني، احنا بنقولها كشتيمة لكن هي فخر ليهم، احنا عايزين فلسطين. اترفض المشروع ده بتاع أوغندا وكينيا، وقعد الحاخامات اليهود يعيطوا لضياع حلم أورشليم. فهرتز الحب يهديهم فقال لهم تتقطع يميني ولا أنساك يا أورشليم. لكن كل ده كان فض مجالس، هو كان هدفه إقامة وطن قومي لليهود في أي حتة بأي تمن. بعد كده عرض هرتز على تشامبرلين قبرص أو جنوب إفريقيا، لكن برضو اليهود رفضوا، زي ما هو بيقول في مذكراته، وزي ما حتى صلاح عيسى بيتكلم في الكتاب بتاعه عن القصة دي. فبيقول أهو: إني أفكر في إعطاء الحركة هدفا إقليميا أضيق، وأترك صهيون ليكون الهدف النهائي. إن الجماهير المسكينة تحتاج إلى مساعدة سريعة، وتركيا ليست بعد يائسة إلى درجة أن تقبل بطلباتنا. قد تقوم تظاهرات ضدنا في تركيا، ربما استطعنا أن نطالب إنجلترا بقبرص، أو نفكر في جنوب إفريقيا وأمريكا حتى تنحل تركيا. تنحل يعني تتفكك تركيا. على أن هذا يجب أن يبحث فيه أكتر، تحدث فيه مع نوردر وأمام المؤتمر. لكن كان في محاولات تانية في كينيا وفي المغرب وفي موزمبيق وطبعا في الأرجنتين وغيرها من الأماكن. إحنا لمينا لك جراف الأماكن اللي هرتزل كان موافق أن يتعمل فيها دولة إسرائيلية عليها أو على الدول دي، زي ما أنت هتشوف في الجراف كده بالظبط أهو. في فلسطين العائق تركيا، وتركيا كانت لسه قوية لحد دلوقتي. لكن في العريش كان العائق مفيش مية. في كينيا وأوغندا نفس القصة برضو، مفيش مية كتيرة يعني. في موزمبيق، في جنوب إفريقيا، في وادي حصان أو حصان في المغرب، في الأرجنتين، في قبرص. ظلت فلسطين هدف هرتزل موافق عليه، لكن شايف أنه لسه ده مش وقته، موافق على أي حتة من دول. لكن اليهود في المؤتمر الثاني رفضوا كل الاقتراحات وبكوا على جبل صهيون وقبر النبي داود. لكن في عاملين أساسيين كانوا سبب قرار الاستقرار على فلسطين واستبعاد كل الخيارات الأخرى. أولاً العاطفة الدينية عند اليهود، اللي كانت فلسطين بالنسبة لهم هي الخيار الأوحد. ده هو اللي بيقوله، مش أنا اللي بقوله، من مذكرات هرتزل بيقول كذلك. كان أهو بيقول لك: تغذي عند النائب اليهودي البريطاني السير سامويل مونتاجو الذي كان يدعو إلى فلسطين كبرى، قال أنه مستعد أن يسكن في فلسطين مع جميع عائلته، وهو يفكر بفلسطين أكبر من تلك القديمة. وتحت كذلك اللورد جولدسميد الذي قابله هو هرتزل في اليوم التالي، وقال بقى أنه يعني فلسطين دي بالنسبة لنا مهمة. ده العامل الأول، المكانة الدينية لأرض فلسطين عند اليهود. العامل الثاني هو رغبة القوى الكبرى نفسها في جعل إسرائيل زراعهم الاستعماري في المنطقة، وده اللي قاله الدكتور رحمة الله عليه المسيري، وبيتكلم على إسرائيل زراع الغرب الاستعماري. هنا قرر هرتزل يركز جهوده من تاني على فلسطين، رغم يعني العائق بتاع القصة دي، وهي الدولة التركية. الدولة التركية اللي كان بيتم تقسيمها في الخفاء ما بين سايكس وبيكو. الحقيقة هرتزل لقى أن مشكلة الدولة العثمانية أو التركية هي المال، فقدم عروض برشاوة ضخمة جدا بالملايين عشان يقنع حشية السلطان العثماني بأنهم يضغطوا على السلطان أنه يوافق على بيع القدس. نشوف كده عرض كام؟ 20 مليون ليرة، وسداد الديون. نشوف كده بيقول: أخبرته ما كنت قد أخبرت
أخبرت الصدر الأعظم اللي هو رئيس الوزراء التركي يعني من قبل أننا نريد نحرر تركيا من بعثة حماية الديون، وبعدها يمكن السير في إعادة التنظيم كله. وقد اغتبط تنوري بهذا الشكل، ولكنه أبدى اهتمامه بالأماكن المقدسة ومن سيتعهدها، فطمأنته قائلا: سندبر هذا الأمر. عليك أن تتذكر أننا المشترون الوحيدون لشيء لا قيمة له أبدا ولا يرجى منه نفع لغيرنا، ومشترون بأسعار مرتفعة. نصرف 20 مليون ليرة تركية لنصلح الأوضاع المالية في تركيا، ندفع من هذا المبلغ 2 مليون بدل فلسطين، وهذه الكمية تستند على تحويل رأس مال من مدخول الحكومة الحاضر الذي هو 80 ألف ليرة تركية في السنة، وبال18 مليون نحرر تركيا من بعثة الحماية الأوروبية. يعني هم 20 مليون، 2 مليون تمن القدس، وال18 سددوا بها ديونكم اللي البعثة بتاعت الضرائب بتاعت الديون بتيجي ترايبكم بيها. وفي الآخر بعد ما رشح حاشية السلطان قدر إنه يقابل السلطان العثماني عبد الحميد ويعرض عليه بنفسه المشروع، لكنه وجد رجل عجوز صحيح يعاني من عشرات المئات من المؤامرات لتقطيع الدولة التركية، ورجل خلاص متهالك، إلا أن هذا الرجل العجوز اللي بيعاني من مؤامرات حتى داخل القصر بتاعه قال له الكلمة الشهيرة: تقطع يدي ولا أتخلى عن فلسطين. ده اللي قاله السلطان العثماني، ده اللي كان حقيقة في الوقت ده بيعاني من حصار مؤامراتي ضخم دولي محلي إسلامي. ده مشهد حقيقي، وده السلطان عبد الحميد حقيقي، وده هرتز الحقيقي، ودي اللحظة اللي كان هرتز بيعرض على السلطان 20 مليون ليرة، منهم 2 مليون تمن للقدس و18 يعني اتشقلبوا فيها سددوا ديونكم. إنما السلطان قال له: تقطع يدي ولا أتخلى عن فلسطين، أنا لسه موجود ولسه أقدر أدافع عن فلسطين. ورغم الرفض الصريح ده، لكن هرتز لم ييأس، وفضل لآخر نفس في حياته يحاول يقوي المعارضين للسلطان ويحرض الدول الأوروبية على تقسيم تركيا وإزالة السلطان من العرش، لأن عبد الحميد كان هو المشكلة، هو العقبة الأساس ضد قيام الدولة اليهودية. إذن هرتز العبقري ده كان بين شقاي راحة، يهود بيضغطوا عليه عشان فلسطين تحديدا، بينما هو عنده أراضي تانية وسهل ياخدها بكرة، إنما اليهود عايزين فلسطين عشان جبل صهيون، عشان المقدسات حسب ما بيتوهموا يعني. والشق التاني إنه تركيا عبد الحميد واقف في طريقه ومش موافق، وتركيا لسه واقفة قدام أوروبا. حصلت هنا حاجة غريبة قوي، فجأة مات هرتزل في ريعان شبابه، مات عنده 44 سنة تحديدا سنة 1904. متهيألي إذا ما غلطتش وزمايلي ممكن يعدلوا لي وأنا قابل الخطأ، 1904 ده الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا. خش كده يا بيبو شوف أنا صح ولا غلط. 1904 كان الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا. إيه بقى الاتفاق الودي؟ الاتفاق الودي قعدت فرنسا مع إنجلترا اللي قعدوا يحاربوا بعض قرون، اتفقوا مع بعض إن إحنا كل بلد ليها شوية بلاد كده نسيب يعني سيب وسيب، يعني إنجلترا تسيب لفرنسا شوية دول كده زي الجزائر، زي المغرب، زي تونس مثلا، يعني زي لبنان، الشام يعني. وفي المقابل فرنسا تسيب لإنجلترا مصر مثلا يعني، والمناطق بتاعت الشرق العربي دي. ده كان سموه الاتفاق الودي، اللي هو الاتفاق الحقيقي الاستعماري اللي بمقتضاه الدول دي طنشت لبعض. أصبحت العقبة بتاعتهم الوحيدة حتة واحدة بس، منطقة الشام دي، لأن المنطقة دي مسيطر عليها فرنسا، وفي نفس الوقت إنجلترا ليها شريان حيوي جدا قناة السويس. إنشاء دولة يهودية في الحتة دي لازم يتم بموافقة فرنسا وإنجلترا. تخيل بقى إن القدر يشاء إن هرتزل يموت في السنة دي،
لو كان استنى سنتين كمان يمكن كان يشوف بعينه ثمرة مجهوده، إنما مات وما شافش ثمرة جهوده، ما شافش مجهوده اللي عمله الليل نهار. لكن المؤسسات اللي عملها زي المؤتمر اليهودي والصندوق اليهودي والوكالة اليهودية كملت وراها المشوار، ووقفت وراها بريطانيا، من بعدها أمريكا. لا، هنا بقى المشكلة، لما بريطانيا بدأت تغيب شمسها بدأوا اليهود يفكروا، اليهود تلامذة هرتزل، في إنه لابد من دولة قوية تحمينا زي ما علمنا هرتزل. إنجلترا شمسها بتغرب خلاص، وبدأت تلوح في الأفق دولة جديدة قوية جدا اسمها أمريكا، فأسسوا مقر للوكالة اليهودية في واشنطن عشان يبقوا جنب الرئيس الأمريكي. مش بس كده، دول اخترقوا البيت الأبيض كمان عشان يضغطوا على الرئيس الأمريكي عشان يوافق على أي مشروع. وقد كان بعد ما غربت شمس إنجلترا ورثت أمريكا كل مستعمرات إنجلترا تقريبا. هم وقفوا بقى بعد ما غربت الشمس دي، راحوا لأمريكا وحتى روسيا، لحد ما قامت دولة إسرائيل بعد 44 سنة من وفاة هرتزل. ولما مات اندفن في حتة تانية، لكن تم نقل جثمانه سنة 1948 ودفن في القدس بناء على وصيته. هرتزل يا حضرات نموذج لعدو، لو كان عندنا في ربع إخلاصه في ربع همته حاكم واحد عبر تاريخ العرب الأخير ده الحديث أو المسلمين، كمان فلسطين والقدس اتحرروا من زمان، كان زمان الأمة العربية بقى لها شأن. لكن مع الأسف الأمة العربية مع الأسف ابتليت بحكام هم أقرب إلى الخيانة من الوطنية، وابتليت أيضا برجال أعمال وأسرياء كل همهم بس اسمهم وسلالتهم، وده عكس كل أسرياء اليهود اللي كان ليهم فضل كبير جدا في إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين. بعد الفاصل بقى نتكلم على الحشاشين. أهلا بيكم. أول حاجة في حلقة الليلادي هنتكلم على الكتاب الأجرية، وللأسف أنا مضطر أتكلم عنه ولو أنه صديق وسيناريست رائع وموهوب، لكنه ارتضى أن يكون قلم في يد جعر. حضرات السادة، عبر ثلاث رمضانات في سنة من 2022-23 كان مفروض على المصريين كام مسلسل طالعين أساسا من مبنى المخابرات العامة، سواء كانت بقى العامة والحربية يعني متضايقاش أوي، إنما مبنى المخابرات، واللي بتحاول تغسل أو تعمل عملية غسيل يدوي لمخ الشعب. كان أبرز المسلسلات دي اللي اتكتبت وتم إنتاجها بفلوس المخابرات مسلسل الاختيار بأجزاءه الثلاثة، اللي كان هدفه في الآخر واضح، إنه يعمل من الجعير زعيم وأنقذ مصر، وإعادة كتابة تاريخ مزور بنسخة رديئة عملوها كتاب على أردأ ما يكون الكتابة. والحقيقة كان آخرها تجسيد شخصية السيسي نفسه واللي قام بدوره فيها العبقري ياسر جلال، اللي فاق في الرداءة أي نسخة رديئة من الفن، وكانت قمة المسخرة. المهم ما علينا، جالنا رمضان السنة دي، فرمضان اللي فات من حسن حظ المصريين ارتاحوا شوية من الشحنة بتاعت مسلسلات الشؤون المعنوية بتاعت الجيش والمخابرات. لكن المفاجأة في رمضان السنة دي ان السيسي وعباس كامل قالوا ما ينفعش نركن كده سنتين ورا بعض، الناس كده هتريح مننا وربما دماغها هيتنضف، فلازم نعمل حاجة السنة دي ندلقها في دماغ الناس. فقرروا يطلعونا بمسلسل الحشاشين اللي بطلوا واحد برضو من أبطال مسلسل الاختيار، وطلعونا بالمسلسل ده.
حاجة عظيمة، حاجة هايلة، تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج تامر مرسي، وإخراج بيتر ميمي، أباطيل وأبطال من وحي التاريخ، الحشاشين، من إنتاج سينرجي اللي استولت عليها بقى خالد هلال. طب اشمعنى الحشاشين دول اللي الشؤون المعنوية قررت تعمل عنهم السنة دي مسلسل، مع انهم الحشاشين دول في الاساس مش مصريين خالص، وفي الاساس الاساس مش عرب خالص، وفي اساس الاساس الاساس الحشاشين دول كانوا اعداء للدولة الفاطمية، شيعة بس اعداء للدولة الفاطمية. عشان كده الحقيقة، وعشان كنت عارف ان الحاجات دي هيتم تزويرها، قررت السنة دي وشاكر لصاحب الفكرة العبقرية دي ان نعمل بالوثائق على قناتي حكاية الحشاشين الحقيقية، بعيدا عن عبد الرحيم كمال اللي انا متأكد ان زيه زي ماركو بولو، لانه في الاساس الحشاشين دي حركة اسماعيلية، او يعني من جسم الاسماعيلية اللي كانوا شايفين ان اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق هو الإمام المستور، الإمام الذي لم يمت ولكنه مستور وسيعود آخر الزمان. ودول اللي شافوا بعد كده أن نزار ابن المستنصر الحاكم الفاطمي هو اللي كان أولى بالخلافة لأبوه من أحمد أخوه اللي بقى اسمه المستعلي. وانطلق حسن الصباح بالفكرة دي وراح لأكره أكتر منطقة بتكره العرب وبتكره السنة، منطقة فارس، شمال فارس. ودي منطقة كان لديها حقد وغضاضة وكراهية لكل ما هو عربي أو سني، وهناك بقى عمل قلعته. إنما كلمة حشاش دي بقى، من الذي أطلق عليهم لقب حشاش؟ جماعة قال لك ده ماركو بولو الرحالة الأوروبي هو اللي أطلق عليهم الحشاشين. جماعة قالوا لا، ده الصليبيين هم اللي أطلقوا عليهم الحشاشين. جماعة تانية قالت لا، ده هم كانوا بيستخدموا الحشيش عشان يسيطروا بيه على دماغ الشباب اللي بتقوم بعمليات اغتيال لكبار القادة السنة في العالم الإسلامي. لكن أنا بالمصادر المعتبرة استطعت ان اوصل لمين اللي اطلق عليهم لقب الحشاشين. الحقيقه ان اللي اطلق عليهم لقب الحشاشين هو الحاكم اللي حكم مصر المستعلي. وعمل حاجه، رساله جمع فيها علماء الشيعه الفاطميين وسماها الهدايه الاماريه. الحاكم الامر باحكام الله، انا اسف مش مستعلي، الامر باحكام الله ابن المستعلي. وعمل رسالة اسمها الهدايا الأمارية، ووصف فيها الجماعة دول بأنهم حشاشية، أي أنهم في رفضهم لإمامة المستعلي كأنهم أشبه بالذي يتعاطى الحشيش. وجبت الكلام ده من وثيقة في خطاب نشره الأستاذ الدكتور العظيم جمال الدين الشيال، أستاذ التاريخ الإسلامي وعميد كلية الآداب جامعة اسكندرية. أدي نص، أدي الجزء أهو. وهنشوف الرسالة الثانية لأول مرة في التاريخ، وثيقة نشرها الدكتور جمال الدين الشيال، نشرها في كتاب عن الوثائق دي. والرسالة، وفي أحد الرسائل في الرسالة الثانية تقريبا، هنشوف أول مرة تطلق كلمة الحشاشية أو الحشاشية أو الحشاشين يعني. ودي وردت في الرسالة زي ما هو قدامنا دلوقتي، والرسالة دي من كتاب للدكتور جمال الدين الشيال. هنا بقى نيجي مع كلمة الحشاشية، هل اللي أطلقها زي ما احنا فاهمين الراجل الرحالة الإيطالي المشهور ده اللي أطلق عليهم إن هم حشاشين؟ في رواية قالت إنه الرحالة الأجانب هم اللي أطلقوا عليهم الحشاشين، وفي رواية تانية بتقول إن اللي أطلق عليهم لقب الحشاشين
اللي أطلق عليهم اللقب ده هو الصليبيين اللي كانوا بدأوا يتوغلوا في المنطقة ويستولوا على القدس ويهزموا الحامية الفاطمية، لأن القدس وفلسطين كانت في الوقت ده تتبع أو تحت حماية الفاطميين. قدروا الصليبيين إن هم يستولوا على القدس ويأسسوا إمارات وتتفتت هذه المنطقة. لكن الغريبة إنك أنت تجد في الدكتور عند الدكتور جمال الشيال الرسالة دي بتاعت الفاطميين اللي بتقول إنه الحشاشية اللي هو الفاطميين وصفوا النزاريين بأنهم حشاشية، ودي كان أول مرة يعني يتعاملوا أو نشوف المصطلح ده في الوثائق. دي حضرات المعلومة الحقيقية، والكتاب موجود، والدكتور جمال الدين الشيال ما جابش ده من عنده، إنما جاب ده من الرسالة اللي أبعتها الآمر بأحكام الله، اللي وصف فيها علماء الفاطميين، وصفوا فيها النزاريين دول بأنهم حشاشية أو حشاشين. الغريبة أنه عبد الرحيم كمال، خلينا نشوف بس مين هم فرقة الحشاشين دول سريعا كده في الخبر ده. من هم الحشاشين؟ سيبك من دول، هم أخطر فرقة دموية في التاريخ الإسلامي، ليس لهم علاقة بالإسلام. انسى القصة دي بقى، انسى القصة، طالما من صدى البلد انساها، طالما من صدى البلد فاعرف ان ده عشان يخدم بس الأخ عفتاح السيسي. بل ان علماء الشيعة في مصر الفاطميين كفروا الفرقة دي. هذه الفرقة كانت خنجر في التاريخ الإسلامي السني. دول كانوا معاديين للإسلام السني، دول قتلوا وقاموا بعملية اغتيالات داخل المساجد لحكام أو وزراء أو أمراء أو علماء سنة. ما علاقتها بالإخوان المسلمين أو بأي حد تاني؟ لكن أنا عشان أوقفك بقى في المشروع من أوله، أنت عايز تتابع، تابع معايا على قناتي القصة كاملة بالوثائق، ما بتجيبش حاجة من دماغي. إنما أنا عارف القصة دي بدأت إزاي وأنا رصدها من بدري. خلينا بقى نخش ناخد الموال من أوله كده عشان أعرفك إن ده استكمال لمسلسل الاختيار 1 و2 و3 اللي الجعير صارف عليه فلوس البلد، واللي عبد الرحيم كمال تم استخدامه في القصة دي، وطبعا هو على هواه، يعني عبد الرحيم كمال على هواه القصة دي. القصة بدأت لما عبد الرحيم بيه كمال عمل مسلسل اسمه القاهرة كابل، اللي كان بقى بيفضح المجاهدين الأفغان وبتاع، وكان مليان بهرتلة وكمية أكاذيب لا علاقة لها بالحقيقة. المسلسل ده بدأت القصة بالمسلسل ده، وطبعا في المسلسل ده حضرات الدنيا كانت خربانة بقى، انه الراجل بقى طلع المجاهدين الأفغان دول انهم شوية أرزقجية، وطلع الراجل الصحفي ده اللي هو مفروض يسري فوق ده، اللي هو مفروض يعني اللي كان بيلعب دور الأخ الممثل ده اللي دمه تقيل قوي ده، اسمه ايه، فتحي عبد الوهاب. فتحي عبد الوهاب فاكر نفسه أحمد زكي، يعني شايف نفسه أحمد زكي، كان بيلعب دور يسري فودا الصحفي الأرزقجي اللي استخدم إعلامه أو خبرته بالإعلام عشان يروج للجماعة دول. فجأة كده مين بقى تيجي أوامر لعزة مصطفى المذيعة عشان تستضيف عبد الرحيم كمال، لأن المسلسل لم ينجح أصلا، وأعتقد أنه محدش شافه، يعني أعتقد أنه ناس كتيرة جدا ما شافتوش ومحدش خد باله منه. فعزة مصطفى تستضيف بالصدفة عبد الرحيم كمال، أم بالصدفة السيسي سايب البرامج كلها وبيتفرج على عزة كمال، فيتصل بعبد الرحيم كمال السيسي ويشيد بالعمل بتاعه ويقول له ده أنا هتبنى ليك أي عمل تاني. نتفرج كده. أستاذ عبد الرحيم وحضرتك يعني كان يدعوني إن أنا يعني أولا أشكرك على الكلام الرائع ده، وعلى الشخصية الرائعة تتحدث بشكل الحقيقة يعكس يعني حجم من المعرفة وحجم من الرقي الفكري والثقافي. بقول له عايز أقول لك إيه، جهز اللي أنت عايزه وأنا معك يا فندم. يعني ألف شكر والله، دي ثقتنا في حضرتك ودي ثقتنا في رؤيتك. من هنا بدأت القصة. قال بالصدفة عزة مصطفى تستضيف عبد الرحيم كمال فأفشل مسلسل كان موجود وقتها، أو يعني مسلسل لم يلقى مشاهدة. وكانت غريبة على عبد الرحيم كمال اللي كان بصراحة عامل أعمال عظيمة، يعني عبد الرحيم كمال كان عامل
جزيرة الايه بتاعت احمد امين دي، غمام مثلا، تخيل مسلسل كان عظيم. وعمل قبل كده بقى الرحايا، وعمل قبل كده عن الجدع اللي هو كان عايز يستقل عن الدولة العثمانية ده، همام، وعمل حاجات عظيمة يعني. فإنما المسلسل ده كان عكس كل مسلسلاته، اتأخر في إذاعته، وفجأة لما اتذاع تاه، فعزم مصطفى تجيبه، وبالصدفة السيسي كان قاعد قدام التلفزيون، فبالصدفة ده عبد الحميد كمال، يا ده أنا بحب المسلسل ده جدا، اعمل اللي أنت عايزه وأنا همولك. حد يقول لي طب يعني أنت بالصدفة بتقول الكلام ده؟ طب إزاي يعني؟ أنا أقول لك، بس أنت قدام حملة منظمة مش لتشويه الإخوان بس. الإخوان انتهوا. أنا كلام ناس هتزعل مني، أنا بقول لك الإخوان خلصوا. كان فيه خلص. في ناس هتزعل مني وتهاجمني، بس دي حقيقة واقعة يعني. لأسباب كتيرة جدا أنتوا تشوفوها بعدين يعني. إنما هو المسلسل مقصود بيه ناس تانية. المسلسل يا حضرات مقصود بيه حركة المقاومة الفلسطينية. لأنه لو أنت بتتكلمني عن الإخوان، فالإخوان خلصت يعني. فين الإخوان دلوقتي؟ في السجون، في القبور، في المنافي، وتشتتوا وتحولوا إلى فرق وشيع. لكن الجهة الوحيدة التي أحرجت الدول العربية هي حركة المقاومة الإسلامية، حماس. بس إن دول ناس استولوا على حصن زي قلعة آل موت بتاعت حسن الصباح، وعندهم ناس استشهاديين مستعدين ببذل أرواحهم ونفوسهم في سبيل قضية هم شايفينها قضية فلسطين. المسألة دي بتحرج تيجان، بتحرج التاج السعودي، بتحرج التاج الأردني، بتحرج بقى مؤسسات رئاسة كتيرة جدا في العالم العربي. هاتوا بقى من عند المحيط كده وانت ماشي لحد الناحية التانية. فهي بقى نطلع قصة الحشاشين من الإدراج ونشبهها، أو نقول إن دول زي الحشاشين بالظبط، رغم إنه الحقيقة لا علاقة إطلاقا ما بين حركة الحشاشين وما بين حماس. وهذا ليس دفاعا عن حماس، ولكنه دفاع عن الحقائق يا بهايم. مفيش أي علاقة ما بين حركة الحشاشين، لا في المنهج ولا في التكوين ولا في التأسيس ولا في أي حاجة، ولا حتى في السلوك. لأنه حركة الحشاشين دي استمرت لحد المغول، يعني استمرت من 1097 تقريبا حتى دخول المغول، ولم يستطع أن يهزم حركة الحشاشين إلا المغول فقط، لا الصليبيين ولا السلاجقة الأتراك اللي كانوا مسيطرين على المنطقة دي ولا حد خالص، هم بس المغول جم طيروهم كلهم كده. وطبعا كان قبلها وفاة حسن الصباح، ده واحد. اتنين، دول كانوا حركة من بطن حركة، يعني دول شيعة إسماعيلية نزارية، هيطلع منهم بعد كده الدروز، وهيطلع منهم بعد كده طوائف تانية. طب حد هيسألني سؤال مهم جدا، طب والشيعة بقى الفاطميين اللي في مصر؟ أقول لك لا، دول بقى انقسموا قسمين برضو هما التانيين. قسم كده بقى تبع واحد اسمه حافظ وسموهم المباركية، ودول بعد كده انقسموا بقوا الطيبية. دول لما دخل صلاح الدين مرمط بيهم الأرض وسجن أغلبهم، فهجروا إلى اليمن وثم إلى الهند، وجات منهم طائفة البهارة اللي السيسي بيستقبلهم. ماشي. وده ما أنا ما بقولش حاجة من عندي، ده أنا بقول لك بوثائق وأتحدى وبالوثيقة، فما لهمش علاقة. ده حتى إن النزارية كانوا يروا أن العالم في حاجة إلى مرشد، الحاجة البشرية للا مرشد روحي ذو مواهب إلهية حتى يستطيع تفسير التنزيل، ووصل بيهم الأمر إلى تأليه رؤسائهم أو زعمائهم. إيه علاقة حماس بالموضوع ده؟ مفيش. حتى قلعة آل موت والقلاع الأخرى اللي استولوا عليها لم تكن أصلا أرضهم، لكن بينما حماس بيدافعوا عن أرضهم، فلسطين دي أرضهم.
مش اي حاجه يعني. الشيعه سوري النزاريه دول او الحشاشين كانت عندهم طريقتين في الاستراتيجيه، استراتيجيه قائمه على التحالف انهم يتحالفوا مع الاقوياء، واستراتيجيه اخرى الاغتيالات. واغتالوا بقى نظام الملك واغتالوا ناس كتيره جدا. حماس اغتالت مين في السنه؟ لم تغتال شيء، لم تغتال شخص. حماس قضيتها الاساسيه ارضها فقط. فاذا في فرق رهيب ما بين الحشاشين وما بين حركه المقاومه الاسلاميه حماس وما بين حتى حركه الاخوان المسلمين. لكن حد هيقول لي طب وماله انت زعلان ليه؟ مالك محروق قوي ليه كده؟ هقول لك اصل حضرتك انت كده كده اما انك انت تبقى زي عبد الرحيم كمال وتخسر نفسك، او انك انت تبقى بتحترم قلمك يا راجل. اما انك انت، ودي حصلت لكل الفنانين عبر التاريخ يعني، انه جه في لحظه اما ان هو يخسر نفسه ويكتب اللي عايزه المنتج، او اما انه يكسب نفسه ويكسب احترامه لتاريخه ويقعد في حته على جنب ملوش دعوه بالباقي. هتقول لي عبد الرحيم كمال ايه؟ اقول لك عبد الرحيم كمال اساسا سيساوي حتى النخاع. عبد الرحيم كمال من اسره بسيطه محترمه في صعيد مصر، كاتب موهوب جدا، عمل اعمال عظيمه جدا، لكنه قرر ان هو ياخد جانب السيسي. ايه دليلك على الكلام اللي انا بقوله لك ده؟ ان في عز الازمه الاقتصاديه التي يعاني منها الشعب المصري فقراءه واغنياؤه، خرج علينا عبد الرحيم كمال يقول ايه؟ خش كده بقى. خرج يقول ايه بقى؟ في مثل تلك الايام والليالي الداعي الى الياس هو والخائن سواء بسواء. كتبها امتى دي؟ 19 يناير 2024. في مثل تلك الليالي في مثل تلك الايام والليالي الداعي الى الياس هو والخائن سواء بسواء. عبد الرحيم بقى في ايده دلوقتي مطرقه قاضي ويحكم عليك اذا طلعت اتكلمت عن الاحوال الاقتصاديه وحش وصوت، فانت انت والجاسوس واحد. عبد الرحيم بيه كمال، يا اما تطبل يا اما انت زي الخاين بالظبط، يا اما تطبل للسيسي وتقول نجوع وماله نعطش وماله والحاجات دي المهرتل ده الجعر، اما انك انت تبقى حشاشين او اخوان او حمسوية او اهل الشر. هي دي اللقطة. واللي اتكلم عنها البعض واستغربوا محاولة حشو ادمغة الناس وتصنيفهم بناء على افكار غريبة، زي ما كتبت الاستاذة رانيا منصور، كتبت تقول فرقة الحشاشين هي طائفة ارهابية شيعية دموية حقيرة معروفة في تاريخ بلاد فارس. ايه الهدف انها تعمل مسلسل مصري بانتاج ضخم وسوبر ستار اسمه كريم عبد العزيز؟ هو التاريخ المصري اثر في حاجة؟ اثر يا رانيا، اثر، لان احنا ما نعرفش نعمل. يا رانيا انا هرد عليك عشان اريحك، احنا عيب واباحة نعمل عن العز بن عبد السلام، عيب، لان العز ده هو اللي وقف قدام الحكام وقال لهم بيعوا اللي عندكم واطلبوا من الشعب ضرائب. عيب، عيب ان احنا نعمل عن طارق ابن زياد، لانه ابراهيم عيسى شايف ان طارق ابن زياد والمسلسلات والكتابه عنه هتشجع العيال، وده اللي قاله خالد منتصر وابراهيم عيسى. لكن نروح نجيب واحد فارسي شيعي، ومش اي شيعي، مش اثنا عشريه، مش اماميه، لا، ده احنا نجيب اوسخ ما في الشيعه نزاريه، اللي هم أصلا انشقوا عن الشيعة الفاطميين، اللي الشيعة الفاطميين شافوهم إنهم أقرب. ده بعض كتاب الشيعة الفاطميين كتبوا عن حسن الصباح بأنه أقرب إلى الملاحدة، بل أنه أخطر على الإسلام، والله أنا آسف جدا بس هم كاتبين كده، أخطر على الإسلام من النصارى والمجوس، كتبوا كده عنه علماء الشيعة الفاطميين. فيجي حضرته الفاطميين بتوع مصر، فيجي حضرتك يجيب حسن الصباح عشان يخوفك بقى، شوف بقى اي حركه مسلحه تبقى كده بيعتمدوا على الحشيش ويغسلوا دماغ الناس. الفرقه دي
زي ما شفناها كده فرقة، يعني هو هي أصلا من بطن الشيعة لكنها متطرفة وعاشت في بلاد فارس. المنطقة دي كان اسمها زمان الديلم، شمال فارس كده وعند سوريا، وهي إيران دلوقتي، يعني ما لهمش أي علاقة بمصر. فليه بقى المخرج العبقري بيتر ميمي صاحب سلسلة مسلسل الاختيار ومعاه المؤلف عبد الرحيم كمال يختاروا فرقة الحشاشين عشان يعملوا عنها مسلسل السنة دي؟ هو كان المفروض يتعرض السنة فاتت. الإجابة هتلاقيها عند واحد من الحشاشين، بس مش من فرقة الدروز النظرية دي، لكن واحد حشاش فعلا، هو محمود بانجو الشهير بمحمود بدر، اللي رد على تغريدة رانيا منصور وقال لها، قال لها الآتي: أفكار الحشاشين وفرقتهم وإرهابهم وتجارتهم بالدين انتقلت من شخص حسن الصباح لحسن البنا، ومن تنظيم الحشاشين لتنظيم الإخوان، وأثرت في تاريخ مصر بشكل سلبي جدا. قول لي إزاي، قول لي كيف أثرت فكرة، يعني سيبك ما بقى حسن البنا نقل لحسن، ما تعرفش هو النقلة دي جت إزاي خالص. حسن البنا سني، حسن الصباح درزي نزاري، وما ده حسن الصباح كان يرى أن باقي فرق الشيعة أصلا خرجت من الملة، إنما هو قول لي بقى. أنا هو السؤال يا أستاذ محمود بدر اللي بيتكلم في التاريخ، كيف أثرت فرقة الحشاشين في تاريخ مصر؟ إزاي أثرت؟ ده قتلت نظام الملك اللي كان أصلا سلجوقي، أثرت فيه إزاي؟ حاولت تقتل صلاح الدين الأيوبي 3 مرات وما نفعش، لأنه صلاح الدين هو اللي قضى على الدولة الفاطمية في مصر وما نفعش. أثرت فيه إزاي؟ عملت إيه يعني؟ إيه؟ خبت السجاير؟ غلت القهوة؟ عملت إيه؟ طب قول لي، غلت اللحمة؟ باعت الجزيرتين؟ باعت حدود البحر المتوسط؟ باعت النيل لأثيوبيا؟ عملت إيه؟ طب قول لي، قول لي، علمنا يا محمود يا بدر يا بتاع الكلاب، علمنا، علمنا. ما احنا بنشوف زمن بيتكلم فيه نص قالب، ده على رأي المثل القوالب نامت والانصاص قامت. شفت ازاي يا مؤمن ان افكار الحشاشين اللي كانت في القرن ال11 تقريبا الميلادي انتقلت عبر الزمن 9 قرون مرة واحدة، وقعت في حجر حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان، عشان يجي بعد كده الاستاذ بيتر ميمي يقدم لنا بالظبط مسلسل الاختيار الجزء الرابع بس بغير الاسم، زي او بيقدموا القاهره كابل من جديد زي ما كتبت الناشطه مروه في التغريده بتاعتها دي. قالت بيتر ميمي عمل 4 اختيارات تحت الاختيار الرابع تحت مسمى الحشاشين، نفس فكره بتاعه الجماعه الارهابيه اللي اي حد مش تبعها بيعتبره كافر، وهكذا جماعه الحشاشين المسلمين بخيره حسن البنا، قصدي حسن الصباح. مش كفايه بقى، مفيش عدو جه البلد دي الا جماعه اسلاميه؟ مفيش صليبيين، مغول، احتلال فرنسي، بريطاني؟ لا مفيش. الدكتور خالد عاشور الاستاذ بجامعه الازهر كتب بوست طويل عن مسلسل الحشاشين فيه اسقاطات تاريخيه وخياليه لتسويه حسابات معاصره مع خصوم سياسيين. خلينا نشوف كده بيقول ايه عن الحشاشين. بيقول لك الحشاشين، السيناريست عبد الرحيم كمال السهاجي كاتب متصوف بالدرجه الاولى، صح يا دكتور خالد، وكل ما يكتبه ينبع من اتباعه للطريقه التيجانيه الصوفيه، وهو لا ينكر ذلك. وبعيدا عن التيجانيه التي لديها شطحات فكريه، ارى مسلسله الاخير الحشاشين هو محاوله معاصره لمعاصره ما هو تاريخي وخيالي الى ما هو اتي ليخدم رؤيه بعينها وتصفيه حسابات بين الفرق الدينيه، سواء كانت جماعات او طوائف او مذاهب. فالاخوان مثلا لا يحبون المتصوف، والسلف لا يحبون الاخوان، والفريقين يعتبرون المتصوفة بعيدا عن الدين ومجرد درويش مبتدعين، وهذا حال كل الأديان وفرقها ومذاهبها، فالكل يخالف الكل. الدراما ليس دورها أن تنقل التاريخ كما هو، لأن هذا يندرج تحت الدراما التاريخية، الديكو دراما. والحشاشين لا يعتبر دراما تاريخية، لأن قصة الحشاشين أصلا قصة بها الكثير من الخيال والقليل من الواقع، والاختلافات فيها كثيرة. ولكن أن يتحول الخيال إلى شطحات صوفية ومحاولة للإبهار البصري للمشاهد دون التركيز على الحكي والميل إلى تصفية حسابات معاصرة بإسقاطات تاريخية
هو ما سيعجل بسقوط المسلسل حتى لو أجبرتنا الميديا والبرامج على عظمته. الحشاشين عمل موجه وملفق أفسده الجرافيك والإسقاطات المعاصرة. كان في حاجة إلى مخرج له تجربة في الإخراج التاريخي أو يعي معنى الدراما التاريخية ذات الصبغة الدينية التي لا تكون بريئة في أي دين. وكان في حاجة الكاتب تاني مش متصوف، مش تبع الطريقة التيجانية. الخلاصة حضرات إن السيسي وعصابته مصرين إنهم يستمروا في تشويه خصومهم السياسيين بأي طريقة، مصرين إنهم يستخدموا الدراما في غرض شخصي، ده حتى لو كان في إنتاج مسلسلات بتكلفة مالية ضخمة زي مسلسل حشاشين اللي قالوا عليه إنه أضخم إنتاج دراما تاريخية للشركة المتحدة، واللي طبعا إحنا عارفين إنها تبع المخابرات. أدي أضخم أهو إنتاج، أضخم إنتاج درامي تاريخي. المسلسل ده اللي قال عليه بطل وكريم عبد العزيز إنه أضخم إنتاج في تاريخ الدراما العربية، يعني بالعربي كده متكلف عشرات الملايين ويمكن مئات الملايين كمان. أدي كريم عبد العزيز هو اللي بيقول مش أنا. أضخم إنتاج. سؤال بريء في النهاية، مش المصريين كانوا أولى بالكام مليون اللي اتصرفوا على مسلسل زي ده في ظل الأزمة اللي بتعاني منها البلد والفقر اللي عشعش في بيوت المصريين؟ ولا إيه يا حاج عبد الرحيم كمال؟ روح قول الورد بتاعك وربنا بقى يسهلها لك. الغضب الأمريكي الحقيقة بيستزايد على أخ نتنياهو بشكل قوي جدا. الجديد بقى اللي انه الامريكا بتكشف عن مستقبل نتنياهو. الصحافة الامريكية مش انا يعني بدأت تتكلم عن مستقبل نتنياهو وخطورة استمراره في الحكم. ده كان تقرير استخباراتي كشف عن الكده ونشره نيويورك تايمز. بتقول نيويورك تايمز تقرير استخباراتي يقول ان ائتلاف نتنياهو قد يكون في خطر، وتوقعت الوثيقة أن إسرائيل سوف تكافح من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تدمير حماس في غزة. ده بقى ملخص التقرير السنوي للاستخبارات الأمريكية، عملناه في جراف. خلينا نشوف الجراف كده سريعا لأن الوقت هياخدنا. واحد، التقرير بيقول لك قدرة نتنياهو على البقاء زعيما لائتلافه الحاكم من اليمين المتطرف في خطر. عدم الثقة بقدرة نتنياهو على الحكم يتعمق، ونتوقع احتجاجات كبيرة للمطالبة باستقالته. إسرائيل مصممة على تدمير حماس، ومن المحتمل أن تواجه مقاومة من الحركة لسنوات عديدة. مش بس الاستخبارات الأمريكية، كمان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعتوا رسالة لبايدن لمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل كما نشر الخبر ده. يجب أن توضحوا لنتنياهو أن منع تسليم المساعدات في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة. نطالب بمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل، أعضاء بمجلس الشيوخ في رسالة لبايدن. ده غير 25 جماعة يسارية أمريكية شكلوا ائتلاف لمواجهة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية اللي اسمها إيباك، اللي بتعتبر أكبر لوبي داعم لإسرائيل. زي ما الخبر ده في عربي بوست، 25 جماعة يسارية أمريكية بتشكل ائتلاف حاكم، ائتلاف لمواجهة إيباك، سيجمعون ملايين الدولارات لصد أكبر لوبي داعم لإسرائيل. وأمام نفس اللجنة دي طالبهم نتنياهو بدعمه لاستمرار الحرب واجتياح رفح. كي ننتصر في الحرب علينا تدمير كتائب حماس المتبقية في رفح. الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تقف معنا. نتنياهو قدام لجنة الإيباك. لكن مسؤول عسكري إسرائيلي صرح أن العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم حتى لو أصدر الأمر ده نتنياهو. كما نشرت صحيفة بوليتيكو بتقول بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال مضت بغزو رفح. إسرائيل لم تشارك إدارة بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين برفح. غزو رفح ليس وشيكا، ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات. العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم حتى لو أعطى نتنياهو الأمر للقيام بذلك. أنا معايا تقريبا الأستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن. أستاذ عبد الرحمن أهلا بيك وكل عام وحضرتك بخير.
اهلا بحضرتك يا استاذ محمد ناصر، وكل سنه وحضرتك طيب وفريق البرنامج. استاذ عبد الرحمن، كان في تقرير قيل انه نشر وعلى استخباراتي امريكي بيقول ان قياده نتنياهو لاسرائيل، التقرير بيقول كده، في خطر. ايه ابرز النقاط الاخرى وما اهميه التقرير ده؟ هو اهميه التقرير ان هو بيطلع من او بي 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 بيصدر سنويا من مجمع الاستخبارات الامريكي، تحديدا وكاله الاستخبارات الامريكيه، بيكون في خلاصه لاهم التهديدات العالميه. الملفت في هذا العام ان هذا التقرير تطرق الى غزه والى فلسطين والى مساله نتنياهو بطبيعه الحال، في حين انه لم يتطرق الى هذه المساله والى حماس بطبيعه الحال، لكن لم يتطرق الى هذا الامر مثلا على سبيل المثال في تقرير عام 2023. وبالتالي هنا يبرز ان هذه القضيه باتت جوهريه ومركزيه، لان التقرير يصدر في 40 صفحه ويركز على القضايا التي تهدد يعني التي تمثل تهديدات عالمية، وبالتالي هو تقرير مركز بشكل كبير جدا، وهو تقرير رسمي ليس تقرير يعني بسيط، بالعكس هو يخرج من أهم جهة استخباراتية يعني تدافع أو يعني تركز على مسألة الأمن العالمي. وبالتالي التقرير مهم جدا والتقرير ملفت جدا، وهو تطرق ايضا الى يعني نقاط تتعلق بروسيا واوكرانيا والامن السيبراني وما الى ذلك، لكن نحن هنا في حالتنا تطرق الى مساله نتنياهو، لانها يعني لان التقرير ركز على فكره امن اسرائيل، وجزء من امن اسرائيل هو استقرارها الداخلي، وترى ان نتنياهو وائتلافه الحاكم من اليمين المتطرف يعني في حالة تهديد، بمعنى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم ربما لن يفوز ولن يحظى بفترة أخرى، وبالتالي هذا يفسر أو يعطي قدر كبير من التفسير، وتفسير مستمر واستنتاجات وصل إليها الكثيرون، بأن نتنياهو يستمر في التصعيد ويستمر في مخالفة الإدارة الأمريكية في كثير من الأمور المتعلقة إما بمفاوضات الأسرى أو بمسألة الدخول إلى رفح وما إلى ذلك، من أجل أن يستمر في الحكم حتى لا يتعرض إلى هزيمة انتخابية، الأمر الذي بطبيعة الحال كما نعرف سيؤدي إلى فتح القضايا الفساد المتعلقة به واستمرار محاكمته التي علقت بسبب أحداث الحرب. بالتالي تفضل. طيب عبد الرحمن، معلش أنا عشان الوقت مش في صالحي قوي، لكن عندي سؤال، لماذا لم يتطرق التقرير، أنا لم أقرأه ولكن قرأت ما كتب عنه، يعني لماذا لم يتطرق التقرير على دراسة أخطاء الإدارة الأمريكية التي عاونت هذه المجزرة سواء بالسلاح أو حتى بالرواية الإعلامية؟ لأن التقرير يتحدث عن المخاطر العالمية، هو ليس تقرير لتقييم موقف الإدارة الأمريكية، هذا تقرير من CIA بعد خلاصة تقارير داخلية من وكالات استخباراتية أمريكية، ثم ذلك تذهب إلى CIA، ثم بعد ذلك يصدر هذا التقرير السنوي، وهو بالتالي ليس معني بتحليل سلوك الإدارة الأمريكية، هو معني بعمل تقييم أو تحليل للمخاطر التي ترى CIA ومجمع الاستخبارات الأمريكي ترى أنها هي التهديدات الأبرز عالميا والتحديات الأبرز على مستوى الأمني عالميا، وبالتالي هو التقرير أمني يتعلق بالآخر ويتعلق بالقضايا الأخرى التي ربما تمس الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مثلا على سبيل المثال الجديد في هذا التقرير وفق كثير من الخبراء أنه تطرق إلى تقييم حليف، هذا أيضا لم يكن يحدث سابقا، وبالتالي التقرير وصل إلى مدى أبعد مما كان معتاد عليه نظرا لخطورة الموقف. والتقرير أشار أيضا، وهذا مهم للناس، أنه هناك تشكك في أن تستطيع إسرائيل القضاء على حماس بشكل سريع، لأن حماس حركة لها شعبية كبيرة ومترسخة مدنيا ولها قدرات كبيرة، وهو يشكك أن تنتهي إسرائيل من مسألة حماس في وقت قريب. طيب سريعا كده، في 25 جماعة يسارية كانت وقعت وثيقة تشكيل ائتلاف لمواجهة الإيباك، ما هي يعني خطورة أو تداعيات هذه الخطوة من 25 جماعة يسارية؟ وسريعا إذا تكررت، هي خطوة مهمة جدا، هي ترى أن قوة إيباك تأتي من دعمها المادي لنواب الكونغرس سواء جمهوريين أو ديمقراطيين في الانتخابات البرلمانية، وهذا الدعم المادي
وجدوا أنه يجب أن يواجه بدعم مادي آخر يدعمون به التيارات أو النواب المدافعين عن قضية فلسطين مثل رشيد طليب وإلهان عمر وأيانا بيرسلي وغيرهما، من أجل ألا يكون هناك نوع من أنواع الخسارة، لأن إباك هذا العام رصدت 100 مليون دولار لمن سيواجهون هؤلاء النواب الذين يدافعون عن فلسطين. وبالتالي أهمية هذه الخطوة تأتي في أنه أخيرا هناك من سيواجه إباك في معركة المال الانتخابي بشكل كبير، شرط التعهد بالذهاب فورا إلى إطلاق النار وعدم الحصول على أموال من إباك، وهذا سيجعل المعركة الانتخابية القادمة مشتعلة بشكل كبير جدا. طيب أنا بشكرك جدا وأسف أن الوقت كان صغير جدا. الأستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن، شكرا. بعد فصل قصير جدا، الهجوم على تامر حسني بعد إعلان شيبسي ودعم هو داعم يعني ومؤيد لإسرائيل، بعد الفصل. حملة غضب الحقيقة واسعة جدا على السوشيال ميديا ضد الفنان تامر حسني، كشف حجم الوعي اللي الناس عندها بسلاح المقاطعة اللي بيمثل دلوقتي أضعف الإيمان لمساندة أهلنا في غزة، وده يفسر لك سبب الهجوم الشديد على تامر حسني بعد ظهوره في إعلان لشركة شيبسي الأمريكية في رمضان. أدي من ضمن التغريدات أهي، أدي القصة من بدايتها. انتقادات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي للمغني والممثل تامر حسني عقب مشاركته في إعلان شركة شيبسي التي تعتبر ضمن الشركات المقاطعة بعد أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة. حالة الغضب خلت تامر حسني يفقد في يوم عرض الإعلان مليون متابع ليه، زي ما نشر موقع القاهرة 24. القاهرة 24 هو اللي قال، بيقول أهو: عقب إعلان شيبسي حساب تامر حسني يفقد مليون متابع، تحية للمليون دول والله، بعد انتقادات الجمهور. مليون الناس شافوا ان تامر حسني هو واللي زيه من بعض الفنانين مش فارقه معاهم غزه، المهم الماني، زي ما بيقول حساب باسم يوسف. يوسف قال لك مش مهم عندهم غزه والاطفال، مصطفى قصدي، ولا اطفال، المهم السبوبه كويسه وبالملايين، دول اللي المفروض يقولوا عليهم قدوه للشباب. حد تاني قال لك: هو انت ناقص شهره ولا فلوس يا تامر؟ ما كانش لازم الاعلان، هو كان لازمته ايه؟ زي الراجل ده كده بالظبط اللي قال: هل تامر حسني محتاج فلوس؟ لا. هل محتاج شهره؟ برضه لا. يا اخي انت ما شاء الله لا محتاج فلوس ولا شهره، ايه المبرر انك انت تعمل اعلان لمنتج المفروض انه مقاطعه؟ لا هيغنيك ولا هيشهرك. الموضوع ممكن نتقبله من واحد للاسف محتاج ومضطر، انما انت ايه مبررك؟ هل تاثير تامر حسني اقوى من تاثيرنا؟ للاسف اه. انت لو رفضت الاعلان ووضحت السبب صوتك هيبقى اقوى واسرع مننا بكتير. في ناس كتير ما معهمش فلوس مفرطة ولا شهرة، بس معاهم نخوة وكرامة. الحمد لله يا رب على إبعاد نقمة الفلوس وجنون الشهرة عن قلوبنا. ربنا يصبر أهالي غزة والمستضعفين من العرب. البعض قال إن الإعلام ده بيثبت نفاق تامر. ليه؟ قال لك لأنه لسه طالع في إعلان للهلال الأحمر عشان مساعدات غزة، زي صاحب الحساب ده بيقول لك: تامر حسني طالع في إعلان عن الهلال الأحمر وطعم ضحايا غزة، وطالع كذلك وطعام ضحايا غزة يعني، وطالع كذلك في إعلان شيبسي المقاطعة اللي فلوس الشركة الأم بيذهب جزء منها لدعم الاحتلال الصهيوني. منافقين كما عهدناكم، عبيد للفلوس، الفلوس بتعبدوها معدوم الكرامة. وأدي صور تامر وهو في الهلال الأحمر بيعمل وجبات لبتوع غزة، وأدي صورته في البتاع الإعلان. طلع عدد من الشباب على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي هجموا تامر حسني أو ما يسمى دلوقتي بتامر شيبسي. الناس استدعت مشاهير آخرين عاملين دعاية لمنتجات المقاطعة، زي الكابتن محمد صلاح اللي عامل عقد مع شركة بيبسي الأمريكية، فكتب حساب ساخر بيفكرنا بده، قال لك أهو صورة مصاحبة أهو، بص بيقول لك: الناس متضايقة من تامر حسني عشان إعلان شيبسي، صلاح بكرة بعد الفطار، خد باللي ريقك.
وفي اللي رجع بيفكرنا باللي عمله بيومي فؤاد وقارنه بتامر حسني، فطلع قال لك لقينا الارخص من بيومي فؤاد. ادي ده زي ده كده، قال لك لقينا الارخص من بيومي فؤاد، شيبسي بطعم الدم خالي من الرجوله، حلو قوي حلو قوي. فرق كبير بين بيومي فؤاد وتامر وصلاح وبين وعي الجماهير الحره زي جماهير الزمالك اللي هتفت ضد الاداره بعد الكلام عن التعاقد مع شركة كوكا كولا الأمريكية، زي ما كتبته شيرين، قالت بعد ما شفت إعلان تامر حسني عايز أقول شكرا للرجالة اللي رفضوا رعاية كوكا كولا في عز مناديهم بيمر بأزمة ومحتاج أي دعم، شكرا جمهور الزمالك المحترم. أنا كمان بأيد شيرين وبقول لجمهور الزمالك المحترم ألف شكر، انتوا رجاله بجد. اسمعوا الهتاف ده من صاله في ملعب اليد، اسمعوا كده. حية لكل الزملكاويه دول اللي وقفوا قدام رعايه كوكولا. عشان كده الناشط احمد بدوي قال المصريين مش جبنة، وحذر السلطات من قمع التضامن مع غزه. اسمع الراجل ده. الشعب المصري مش ميت، الشعب المصري مش جبان، الشعب المصري مش ضعيف، لكن الشعب المصري صبور وبيتحمل وبيستنى الاصلاح وبيتمنى الاصلاح، ما بيتمناش ان هو ان حاجه تخرب او ان الدنيا تنهار. طبعا ما اقدرش انسى في اللحظه دي بالذات العاملات بتوع غاز المحله والعمال بتوع غاز المحله اللي عملوا اضراب لمده اسبوع كامل عشان يطالبوا حقهم لحد الان الاجور، وقدروا ان هم يحصلوا على جزء من حقهم. الستات في مصر اللي نزلوا وتظاهروا عشان دعم للشعب الفلسطيني وطلبوا برفع الحصار عنه ويخاطروا بحريتهم وحياتهم عشان يقولوا كلمه حق في وقت ناس كتير جدا خايفه انها تتكلم. بحييكم يا ستات وبنات وربنا يحميكم. بحيي طبعا امين الشرطه عبد الجواد اللي من اسكندريه اللي هتف برضه لنصر فلسطين، ولحد دلوقتي محدش عارف مكانه فين او بيحصل له ايه او بيتعامل ازاي. الموقف اللي هو عمله موقف بطولي، حتى لو بعض الناس شايفين ان هو ممكن يكون قال حاجه فيها تجاوز حق السلطه، لكن في الاخر التعبير عن الراي امر مقدس، التعبير عن الراي ليس جريمه، التعبير عن الراي هو اللي بيدي للانسان كرامه. حاله الغضب اللي موجوده على السوشيال ميديا وفي ساحات الملاعب وفي صدور الناس بتزيد يوم عن يوم مع مشاهد اخواننا في غزه اللي بيتعرضوا لمجاعه وفي رمضان. والله خلص هي خلص والله خلص خلص خلص. طبعا الناس راحت لنظره اوسع في موضوع تامر، ان القصه ما هيش تامر او فنان بيدعم منتجات بتدعم المجزره في غزه، وان الازمه كلها بتدور حوالين اغلاق معبر رفح زي ما قال صاحب الحساب ده. قال لك نقول تاني وتالت، نقول تاني وتالت يا حضرات، سبب المجاعة هو إغلاق معبر رفح وعدم دخول مساعدات حتى لا ننسى، سبب المجاعة هو النظام المصري المحاصر لأهل غزة. بدأت الناس الحقيقة تستغرب، يعني في ظل المجاعة وإغلاق المعابر بنشوف متحدث الجيش بيتكلم عن إسقاط جوي للمساعدات وبيتفاخر بكده. أدي المتحدث العسكري بتاعنا بيتكلم عن إسقاط جوي بالتزامن مع أول شهر رمضان، مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة. حالة التفاخر والتعجب دي من كلام المتحدث خلت الناس ترد على صفحات المتحدث نفسه على تويتر وتقول له وماله المعبر؟ قال زي ده، طب احنا ليه خايفين ندخلها من المعبر بتاعنا عن طريق حماية جيشنا؟ ايه السبب؟ السبب ما انت عارفه يا عز. ده في الوقت اللي الخارجية القطرية بتدعو إلى فتح الممرات البرية لدخول المساعدات، زي ما المتحدث باسم الخارجية القطرية قال كده، قال ما زلنا ننادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود. عشان كده كويس جدا إننا نلوم وننتقد تامر حسني، لكن برضو ضروري ننتقد ونعلن مين اللي مشارك في حصار غزة وقافل المعبر، وننتقد ونعلن كل أسماء الفنانين اللي بيطبلوا أو الكتاب اللي بيطبلوا للسيسي وهو بيشارك في قتل أطفال غزة وبيذلهم زي كده. يا أنس شريف زلونا، البطلات يمونا على الضخم، في تلزات رحنا سكنان، يرمونا على البحر زي كان الساعة دي جان، في عشان بس أخذ وجبة لأخواتي الصغار، الأخوات الصغار اللي بيصيحوا لي قاعد جعان جعان، والله ولا حاجة ما خدت، أقسم بالله ولا حاجة ما خدت، ليش ما يأمنوني ويودونا العائلات الفقيرة؟ اللي جوزها أرملة أرملة لمين تيجي وتروح تجري لأولادها؟ لأولادها الصغار الأطفال مش واديين يأكلوا. شفت الدمعة اللي في عينين الولد؟ ارجع تاني، شايف الدمعة اللي في عينيه؟
يا ترى عبد الرحيم كمال ضميرك مستريح؟ يا ترى يا كريم عبد العزيز ضميرك مستريح؟ بيتر ميمي في حته تانية، هو اصلا حته تانية خالص يعني. او الطفل اللي راح على الحدود في رفح عشان يدي الجنود المصريين ورقه مكتوب فيها ادوني اكل لاخواتي، اخواتي جعانين. العافيه. كيف حالك؟ كويس. شو بتسوي حبيبي؟ بكتب رساله لجنود. طب ايش بكتب رساله؟ ايش شو بدك منهم؟ بدي منهم اكل لاخواتي. اكتب ايش؟ شو ساعدوني؟ ساعدوني لاخواتي. طب ساعدوني اخواتي بدهم ياكلوا بدك ترضي على جنبنا. طب انت ليش ما تحكي كلام مع لجنود كلام؟ بردوش علي. بردوش؟ اه. طب انت لو تديهم رساله هذا يردوا عليك؟ ان شاء الله. طب اخواتك ايش عندهم اكل؟ لا. طب تتامل انت يعطوك رساله لجنود يدوك اكل منها؟ ان شاء الله. يعني متامل؟ ان شاء الله. وين كيف بدك تعملها؟ مش فاهمه. من هنا بدي احطها من هنا. طيب ممكن ياخذوها ممكن لا. يعني تتامل يعطوك انت اكل؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله بين الله حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم ان احنا نصلي التراويح، مهم جدا، ونقرا القران كله ونخلصه. اوعى ما تخلصش القران في شهر رمضان، اوعى اوعى ما تصليش التراويح، اوعى، فتبقى تمام التمام. هو السؤال، لو السيسي صادق وانه مش عارف يدخل مساعدات احسن اسرائيل تقصفها، طب ما عندك الجماعه بتوع الدكتوره منى مينا قال لك على مسؤوليتنا احنا الشخصيه، خليهم يقصفونا. بلاش كده، ليه بتضايق على الناس اللي عايزه تخرج من معبر رفح؟ زي ما بيقول الخبر ده كده، التضييق على المسافرين الفلسطينيين، طب دول هيخرجوا من رفح، يضايق عليهم برضه. مش بس كده، لسه السبوبه شغاله وبياخدوا من الشخص اللي هيمر من معبر رفح فلوس. راجل ايطالي ايطالي في وسط البحث عن يد تمد ايد العون للغاثه اللي هنا في غزه، كتب الفنان المغربي رشيد غلام رساله مؤثره عن اي صيام او اي عباده واحنا مسلمين وغزه بتجوع. بيقول اسال رشيد غلام السؤال ده، اي صيام واي عباده ستصح لنا وقد اسلمنا اهل غزه للاباده والمجاعه؟ هل سنتبادل المباركات في رمضان واهلنا يموتون امام اعيننا في غزه؟ هل ما زال بعد فينا شيء نعد به بشر؟ أم ما زال أحد منا يتفقد إنسانيته بل آدميته؟ بنصلي يا عم رشيد وما سيبناش ركعة في التراويح وهنخلص القرآن، أمال إيه؟ زي الفل. أما المشهد اللي يستحق إننا نختم بيه الفقرة والحلقة كلها هو الفيديو اللي بيلخص حال العالم العربي، اللي فيه سيدة سودانية بتفر من المعارك وهي بترفع إيدها، في سودانية بتفر من المعارك ولكنها بترفع إيديها للدعاء لأهل غزة، في مشهد درامي اختلطت فيه أوجاع العرب وحقارة حكامهم ومثقفيهم وحقارة المسؤولين العرب. لاجئة سودانية فرت من الجحيم، ما تنساش تدعي لأهل غزة. اتفرج على الفيديو ده. امين يا رب. امين امين ويصبركم يا رب. يا رب. امين امين. الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله انتم قدرتوا توصلون هنا وتوصلون، في ناس تساعدكم. اخواننا في غزه ما نقدر حتى نوصل لهم مساعده. الحمد لله يعني عندنا في ناس في غزه ما يجيهم اكل. قلوب سبحان الله، المؤمنون مثل البنيان يشد بعضه بعض. اقول لك ايه بقى عن المشهد ده، هي عايشه في مصيبه في كارثه، فرت من جحيم، ما تنساش تدعي لاهلنا في غزه. وصلنا لنهايه الحلقه، بنتخدر وبنصلي ونصوم زي الفل زي الفل، بس بننسى ان في جنبنا جيران جعانين. على اي حال وصلنا لنهايه الحلقه، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.